المعلم لا يجد ثمن رغيف الخبز ليطعم أولاده، ولا يجد ما يعينه على تدفئة أسرته، ولا يشعر بحاله إلا الله. كان المعلم في السابق قدوة يقتدى بها ومثالا يحتذى به، والآن أصبح المعلم عبرة لمن يعتبر وصورة للبؤس واليأس والحاجة. منذ سنتين ولم نتقاضى أي راتب، ولكن للأسف ليس هنالك من يسمع إلى مطالبنا وإلى ندائنا، ولذلك قررنا اليوم في ثانوية الأتارب للبنين عن احتجاج لإضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبنا، فمن حقي أن أعيش حياة كريمة ومن حق الطالب أن يتعلم. اليوم أنا ما بسمح لإنسان شبعان ولكن ما بيعرف يقرأ ويكتب يجي يوجه لي نظرة ازدراء أنه أنت أستاذ ما عندك القيمة وما عندك شيء تطعمي أولادك فيه. ما بسمح لحد يوجه لي هالكلمة هاي. أنا أستاذ لازم يكون إلي كرامتي من كرامة الناس الموجودة، ما يكون نظرة ازدراء لي أنه والله أنت مجرد أستاذ لمجرد أنه أنت اليوم ما معك أنه تطعمي أولادك.